هلا رح نخلين هون نحط هذا السيمي لينك، رح اسميه سيمي لينك موديل. نحاول نعمل سيمي لينك موديلينج لميكانيكال لودز. طبعا في بالسيمي لينك في شيء اسمه سيم ميكانكس، والسيم ميكانكس راح ياخذ كل كومبوننت زي ما هو، فراح ياخذ شيء اسمه دامبر، في كومبوننت اسمه دامبر، بس احنا هنا ناخذ طريقه ابسط واسهل. طبعا هذيك الطريقه اصح كمان. راح افترض الان انه عندي هون تورك جاي من البرايم موفر او من المحرك. هلا اطلع هون كل اللي انا بشتغله سيجنالز. تذكرين الفرق بين السيجنال والفيزيكال؟ السيجنال هي بتيجي خط واحد بالسيميلينج، والخط الواحد بقدر ادخله على الاوسيلوسكوب كانها الكتريكال سيجنال. الفيزيكال هو اشياء بتيجي من مثلا اذا عندي هون فولتج سورس، هذول الخطين مش سيجنال، هذول الخطين فيزيكال الكتريكال، وبقدر اجي هون احطهم مثلا على دي سي موتور هون بهذا الشكل. لكن هون في عندي ميجرمنت بورت، متذكرين الميجرمنت بورت؟ والميجرمنت بورت بيطلع عندي سيجنالز. ففي فرق بين السيجنال والفيزيكال، انا هذول عم باخذهم هلا سيجنال. فاحنا رح نيجي هلا نطبق هون معادله قانون نيوتن، نيوتن الثاني، نيوتن سكند لو. ورح نطبق هذا القانون على شافت. رح افترض الان انه في عندي تورك بياثر على هذا الشافت، فالتورك اللي بياثر على هذا الشافت رح تنطرح منه مجموعه اشياء. وخليني اخذ مثلا، رح اخذ مثال بسيط جدا، رح ناخذ هذا الشافت، هذا الشافت ممكن يلف بهذا الشكل، بس هون انا مثبته على زنبر، حاطط له روتيشنال سبرينج. عارفين روتيشنال سبرينج؟ بيختلف عن السبرينج العادي. روتيشنال سبرينج يعني انه الدوران بيمنع الدوران، احيانا بيكون شكله روتيشنال سبرينج زي هيك، بيكون هاي الجهه مثبته، فهذا كل ما شديته ايش بصير؟ بينطبق عليه هوك سلو. بس العلاقه هون بتصير بين كي ثيتا بتساوي اوكي. ايش السبرينج العادي الطولي ايش بنقول فيه؟ اف بتساوي كي في دي. فهذا هون الدوراني وهذا خطي، فايش بنقول هون بالزنبرك العادي؟ الزنبرك العادي اذا اجيت ضغطته من هون، كل ما ضغطته اكثر ايش بصير؟ بدي انا فورس اكثر ومقاومته رح تحط عليه فورس اكثر، مش هيك؟ ايش اسمه هذا القانون؟ هوك سلو. الزنبرك الدوراني بيختلف هون، ايش وحدة كي تحت؟ نيوتن بير متر. ايش وحدته فوق؟ نيوتن متر بير راديان. والراديان هون نعتبرها يعني دايمنشنلس يونت. فرح ناخذ هاي الحاله من هون، ورح نفترض كمان انه عندي مركب على هذا الشافت في انيرشا. طبعا الانيرشا ممكن تكون انيرشا مباشره، ممكن تكون انيرشا جاي، واخذتوا الانيرشا اللي اخذ ام اس دي، كلكم ماخذين ام اس دي؟ اوكي. هذا عندي هون اي، وبعدين عندي راح يكون كمان، راح احط الحاله العامه، راح يكون عندي دامبر، بس هاي روتيشنال دامبر. اوكي؟ ايش القانون كان تبعها؟ تي بيساوي ايش روتيشنال دامبر؟ هلا شو حكيت عن حطيت قانون؟ بي والكونستانت هون سميناه بي بالحاله هاي، السبرينج هذا كم سميته؟ فعندي هذه هون الدامبر، وهذا سبرينج كي في ثيتا. وبعدين عندي هون انيرشا. هلا بدنا نحاول نطلع باستعمال البلوكس اللي هون، بدي احاول اطلع البوزيشن والسبيد والاكسلريشن تبعت هذا الشافت. هذا الشافت عم باله بحاول يلف من هون، هي مثبت من هون بس بلف، بس في زنبرك عليه، فهي رح تكون عندي بلس. نعم، لان انيرشيا يعني انت حاطط وزن معين على، انا حاطط زي ديسك، زي ديسك جايبه، زي ديسك، زي كاني جايب ديسك حافره وبعدين ثبته حطيته على هذا الشافت. هاي الدامبر كان شيء بحاول يلف بس الزيت بقاومه، بس فيسكس فريكشن مش انه دراج. هلا هذا التورك راح ينطرح منه، فاذا اجينا حطينا هون تي، مجموع تي بتساوي الفا في مجموع اي،
مجموع تي في اشياء راح تقاومنا من. فهلا نيجي على مثلا لو اخذنا الدامبر، لما انا اجي الف في الدامبر راح تقاومني مش هيك؟ المقاومه تبعتها راح تكون مساويه ل بي في اوميجا. فراح يرجع عندي هون، خلينا اسميها هاي هون تبعت الدامبر وحطيتها نيجاتيف انا. وبعدين عندي هون هاي هاي تبعت سبرينج. فهدول التنين، التنين راح يقاوموا، الزمبرك راح احاول الف، الزمبرك راح يحط تورك معاكس منه. هلا هدول لما بجمعهم التوركس، الثلاث توركس، هذا ناقص هذا ناقص هذا، ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني النت تورك اللي ضل. التورك النت تورك اللي ضل شو بدي اعمل؟ احاول اعمل فيه قسمه اي، بدي احاول اسارع اي مش هيك؟ فاذا قسمته على اي، يعني اذا اخذنا هلا هاي هيك، طبعا هاي اذا بنكون دقيقين لازم تكون اكس وهذه اكس وهذه اكس. اذا قسمت هذا على اي راح يعطيني، طب نيجي هون هلا نقسم واحد على اي، ايش راح يطلع معي هون؟ الف. احنا طبعا هون محصورين، ما عندي غير 1 ديجري اوف فريدم، فاهمين شو قصدي؟ مش انه جسم فري هذا يلف باي اتجاه، انا حاصر هذا الجسم مش معطيه غير 1 ديجري اوف فريدم، ايش بقدر يعمل؟ بس بقدر يلف حوالين هذا الشاف. فطلعت معنا الفا، ايش بنعمل الان بالفا؟ تعطيني اوميجا. تمام مزبوط اوكي. هلا هذول لازم يرجعوا، الدامبر على ايش تعتمد؟ على اوميجا. السبرينج على ايش بيعتمد؟ راح اخذ الدامبر بالاول، راح نضربها في بي، وهاي راح اخذها اضربها في كي. لما بشغل هذا السيستم هلا شو راح يعطيني؟ طيب شو راح يصير في الحياه الواقعيه بهذا السيستم؟ لو اجيت حطيت فجاه تورك ستيب فانكشن، كيف راح يعمل ريسبونس؟ راح يلف هذا السيستم لحد ما عند لحظه معينه التورك اللي هو حاطه بيساوي التورك تبع السبرينج. فراح الاقي هذا الشافت اذا اجيت حطيت ثيتا تي اجينست تايم، راح الاقي اذا حطيت عليه تورك زي هيك، يعني كأنه هذا بلف وبرج، بلف ورجعته برج مش هيك؟ ما بضل ماشي. ايمتى بضل ماشي وبضل يلف وبوصل سرعه محدده؟ لو ايش قمت؟ لو شبت سبرينج وخليت بس. فلو اجينا هون بالحاله هاي شلنا هذا السبرينج وخلي راح يضل هذا يلف وراح يوصل سرعه معينه، راح يوصل ستيدي ستيت عند سرعه معينه، هون راح يوصل عند ثيتا سرعه معينه.